من اربيل عبر اقمار صناعيه ينضم الينا دكتور لواء الركن عماد علو الخبير في الشؤون العسكريه والاستراتيجيه. مساء الخير، اهلا بك معنا سياده اللواء. اذا اقل من 1% فقط من الموصل القديمه لا تزال تحت احتلال داعش. كلما قلت المساحه كلما الامتار باتت اقل من ذي قبل، كلما تصعب المهمه العسكريه على الارض سياده اللواء. بالفعل يعني صعوبة القتال في المدن وفي هكذا مناطق مكتظة بالسكان وقديمة وذات أزقة ضيقة جدا تؤدي إلى صعوبة في الاستفادة من أقواس النيران بالنسبة للمشاة الراجل، وأيضا صعوبة المناورة وإدخال العجلات المدولبة والمدرعة في داخل هذه المناطق، كما أيضا هناك صعوبة في أقواس الرؤية في مدى الرؤية بالنسبة للمقاتلين من الطرفين يكون. لذلك هذه الصعوبات كلها تجعل من قتالات المدن ومن هذا النوع من القتالات صعب جدا، فضلا عن وجود اكتظاظ بالسكان المدنيين وتوجيهات من قيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة بإخلاء وإنقاذ وتحرير الرهائن السكان المدنيين في هذه المنطقة. وأيضا لاحظتم من خلال الفيلم الذي عرضته أن هناك قتال بالرمانات، يعني هذا يدل على اشتباكات قريبة جدا بالأمتار بين مقاتلي القوات المسلحة العراقية وبين عناصر داعش الإرهابي. اليوم يتم تجزئة قوات داعش وقدراته البشرية داخل المدينة القديمة إلى عدة مجموعات لكي يتم التعامل معها كل على حدة، وبذلك هذا مؤشر على فقدان التنظيم لقدراته على المناورة وعلى القيادة والسيطرة بين هذه المجموعات والاستفادة هو الذي من الكثافة النارية التي كان يقسم يمتلكها. هناك أيضا تكتيك جديد لإخلاء المدنيين ومراقبة عناصر داعش، هو كثافة استخدام الطائرات المسيرة خاصة في قاطع عمليات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع في الأيام الماضية. هناك كثافة لمراقبة التحركات الدراجات النارية والأشخاص وفتح الطرق من خلال المعلومات التي توردها هذه الطائرات أمام المدنيين لإخلائهم، وأيضا ملاحقة ومطاردة عناصر تنظيم داعش داخل المدينة القديمة والتعامل معهم من قبل قناصة الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب. ما الذي يمكن أن يقوم به داعش في هذه الفترة القليلة المقبلة من طرف القوات العراقية والجهات الداعمة لها؟ يبدو بأنه الموضوع محسوم، عبارة عن فترة زمنية ربما أيام، مع أنه كان في حديث أيضا حتى بفترة عيد الفطر وربما أيام البعض الآخر قال، ولكن باتصال وزير الخارجية الأمريكي أمس بالعبادي تحدثوا عن أهمية التقدم، تحدثوا عن تركيز الجهود على ما بعد استعادة الموصل، عن عمليات الاستقرار، وإلى أي درجة هذا يؤكد لنا موضوع أنه معركة الموصل محسومة؟ وبالمقابل داعش أين هو مما يحدث؟ هل من مفاجآت تنتظرنا؟ لن نغفل أيضا ما حدث في الأنبار اليوم عندما قام داعش فجر نفسه عندما كان في اجتماع مع أيضا أشخاص من داعش. يعني خيارات المتاحة أمام عناصر تنظيم داعش في هذه المنطقة لم تعد خيارات متعددة، وإنما هناك يعني صعوبة في الحصول على أي خيارات. هناك قتال شرس كما ذكرتم، لذلك من الواضح أن المسألة محسومة في تحقيق النصر. أما القيام بعمليات انتحارية وبالأحزمة الناسفة فهذا ليس فقط في الأنبار، وإنما حدث أيضا في الساحل الأيسر من الموصل. تنظيم داعش يقوم بعمليات إعدام يومية للمدنيين الذين يحاولون الوصول صحيح والهروب. لا أعني هذا ينتمي لداعش الذي فجر نفسه العراقية. نعم، هو هذا الخيارات التي
بقيت أمام التنظيم هو العودة إلى عمليات العمليات الإرهابية، العمليات التي تتسم باستهداف التجمعات السكانية أو الاجتماعات المهمة لإحداث نوع من البلبلة والتأثير على مسألة الأمن والاستقرار في المناطق. نعم. وهذا معتاد طبعا من إفلاس التنظيم وعلى فقدان قبل التنظيم الإرهابي. صحيح. مبررات وجوده. طيب صار في بس سوء تفاهم موضوع داعش فجر نفسه، يمكن ما كنت واضحة بتفسيري، فجر نفسه هذه معتمدة من داعش ومن لي المدنيين، ولكن أنا كنت أسأل فجر نفسه باجتماع كان لهم للدواعش، يعني وكأنه في انشقاق خلافات ما إلى ذلك. دائما نتحدث عن هذا الموضوع ويطول الحديث. شكرا جزيلا لك دائما على وجودك معنا من إربيل. دكتور لواء الركن عماد علو الخبير شؤون العسكرية والاستراتيجية، شكرا.